الكيان الصهيوني مش سايب سلاح إلا وبيستخدمه ضدنا. على رأس الأسلحة دي جيشه الهمجي، بس ورا جيش الجبناء ده منظومات بتحاربنا اقتصاديا وإعلاميا وتقنيا وسياسيا وغيره. المنظومات دي تتميز بالمكر والخبث على الأقل مقارنة بجيشه الفاشل. فهم المجالات دي الداعمة للكيان هو أمر مهم عشان نعرف نهاجمها، كل واحد فينا على قد ما يقدر، وطبعا القدرة بتزيد مع الوقت. دي لا جدال مسؤولية علينا وحنتسائل عنها. موضوعنا النهاردة عن الحرب الاقتصادية، وبالتحديد النظام البنكي والمالي. ازاي الكيان بيستخدمه كسلاح ينهب بيه الفلسطينيين ويمول تكاليف الاحتلال، بل ويخلي الاحتلال بزنس مربح. هنشوف آليات عمل النظام ده وازاي نتصدى ليه، بل وازاي نستخدمه ضد الكيان، وايه السلعة اللي لو قطعناها كلنا توجع الكيان جدا بل وتصيبه في مقتل. النظام المالي من وعد بلفور لحصار غزة، موضوعنا على قهوة ساتوشي. من الستينات والسبعينات ومن بعد النكبة والنكسة، والاحتلال بيحكم حياة الفلسطينيين بالقوانين العسكرية، وشغال يصادر أراضي ويبني مستوطنات. وطبعا القوانين العسكرية دي هدفها تهجير المواطن وفك ارتباطه بالأرض، خلوه يمشي. مثلا الزراعة كانت دايما مكون أساسي للاقتصاد الفلسطيني، والمنتجات الزراعية الفلسطينية كانت بتصدر لعمق الوطن العربي. جت قوانين الاحتلال وبقى ممنوع زراعة أشجار مثمرة إلا بتصريح من الكيان، والقوانين برضو عملت حرب على قطاع الصناعة ومنعت الاستيراد والتصدير والتجارة الحرة مع الخارج. فبقى السوق الخارجي المتاح للاقتصاد الفلسطيني اللي بيهاجم ده، السوق الخارجي المتاح بقى هو الكيان، بقى هو السوق الإسرائيلي. من ناحية تانية كان في تشجيع للفلسطينيين على ان هم يشتغلوا داخل الكيان بمرتبات عالية، او يشتغلوا برا المنطقة خالص، يعني امشوا. وبهذا ربطوا المواطن الفلسطيني التاجر والفلاح والعامل والصناعي بالكيان الصهيوني. تدريجيا وجدنا انفسنا الرقعة الزراعية تقل، والذين يشتغلون في الزراعة هم فقط كبار السن من الرجال والنساء، اما بقية الشباب فكانوا يصطفوا طابور للعمل داخل الكيان الصهيوني. اذا خلعت فكرة الإنتاج والارتباط بالأرض، مع أن الصراع هو على الأرض. جذب العمالة الفلسطينية خارج فلسطين ومحاربة وتقليص القطاع الزراعي والقطاع الصناعي فضل يزيد من اعتماد فلسطين على الواردات الإسرائيلية، لحد ما جت الثمانينات بقى الاعتماد على إسرائيل شبه كلي، حوالي 90% من الواردات كانت جاية من الكيان، وبقى المصدر الرئيسي للدخل في فلسطين هو تحويلات العمالة في الخارج، وتلت القوى العاملة شغالة في إسرائيل. وبعد القوانين دي اللي بتحارب الزراعة، الاحتلال كان يصادر الأراضي الزراعية اللي تفضل غير مزروعة، اللي هو جيش الكيان أصلا اللي مانع زراعتها، ويضمها للمستوطنات ويزرعها هو، شغل صهاينة يعني. الاحتلال زي ما قلنا مش مجرد تسيطر على أرض بالسلاح وجرائم الحرب، لا، ده لازم سياسات واقتصاد يقتلع أهل الأرض من مكانه من جذورهم عشان ما يرجعوش تاني. ده هدف الكيان، دي القوانين وسياسات الكيان. طبعا بدأت المظاهرات والمقاومة تتصاعد ضد مصادرة الأراضي وضد الاحتلال. في البداية كان جزء كبير من المقاومة اقتصادي بيقاوم من ناحيتين، يعني الناحية الأولى كان تخريب مصالح الكيان الاقتصادية دي بتكتيكات زي العصيان المدني والإضرابات والإضراب عن العمل ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وما ندفعش ضرائب ونرفض العمل في الأسواق والمستوطنات ونوقف الدنيا. ومن الناحية التانية نتبنى نماذج محلية، نماذج لاقتصاديات الأسرة والاقتصاديات الصغيرة بهدف الاكتفاء الذاتي، ما نحتاجش نستورد حاجة من إسرائيل، ما نحتاجش نجيب حاجة من برا. ويجي في الفترة دي اللي يضغط أكتر على الاقتصاد الإسرائيلي، إنه في الثمانينات انهارت العملة الإسرائيلية والاقتصاد كان في كارثة. حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولى كان المجتمع الإسرائيلي معتادا على الاعتقاد بأن الاحتلال يكلف ثمنا زهيدا فقط، وبأن المأكولات في المناطق الفلسطينية شهية، وأن أسعار السلع هناك رخيصة. وفجأة أصبح الاحتلال يكلف المجتمع الإسرائيلي ثمنا ماليا، وقد وقعت أحداث عديدة حاولت الأجهزة الأمنية معالجتها، وكانت الطريقة الأمثل لمعالجتها من وجهة نظرها تجميع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين والتحقيق معهم بالقوة لمعرفة ما يجري.
مع اعتداءات الصهاينة ضد التكتيكات دي، المقاومة اشتعلت وبقت ثورة، وكانت طبعا بتقابل بالحديد والنار والقتل والاعتقالات، مظاهرات قد كده وشهداء، وبدأ انك تحدف الجنود والدبابات بالحجارة، ومن هنا جه اسمها انتفاضة الحجارة، وبعدها ولدت حركات الجهاد والمقاومة المسلحة. ثورة شعبية على الكيان المحتل كله، شارك فيها أكتر من 500,000 فلسطيني في غزة والضفة والقدس، والكيان جاب عشرات آلاف الجنود ضد الانتفاضة، والجنود دول بيستعملوا أساليب الصهاينة المعتادة من تفجير بيوت للتنكيل بالفلسطينيين وتكسير عظمهم. في 26 من فبراير شباط عام 88 قام الجنود الإسرائيليون بتكسير عظام وائل جودة وابن عمه أسامة. الانتفاضة دي عملت مشكلة كبيرة لإسرائيل، لأنه في الأول كان الاحتلال مربح اقتصاديا ونسبيا مريح، يعني الكيان بيستغل موارد الأرض الفلسطينية بتكلفة رخيصة وبياخد عمالة رخيصة وبيلم ضرائب وكله تمام وقاعد بيصادر في الأراضي. وفي نفس الوقت كان في اعتقاد كده إسرائيلي أمريكي من إدارة كارتر إن لو خلينا المواطن الفلسطيني معتمد ومرتبط اقتصاديا بالكيان، فده هيقلل المعارضة ويقلل المشاكل ويخلي الشباب الفلسطيني ينسى الأرض ويركز في الشغل. الانتفاضة حتى فلو فشلت في انها تحقق استقلال حقيقي للفلسطينيين، بس هي قلبت المعادلة دي تماما على دماغ الكيان، لانها خلت الاحتلال موضوع مكلف جدا. بعد انتفاضة وقتال طويل ضد المحتل وتضحيات اهلنا، قدر الكيان يوصل لمكسب عظيم في اتفاقية اوسلو في 93. أوسلو وعدت الفلسطينيين باستقلال سياسي وبداية السلطة الفلسطينية وعملية بناء دولة فلسطين، وياسر عرفات بقى رئيس السلطة الفلسطينية، وإسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل ساعتها اللي هو مجرم حرب أساسا ومسؤول عن مذابح الهجنة للفلسطينيين أيام النكبة، هو وياسر عرفات أخذوا جائزة نوبل للسلام. طور الصهاينة تصنيع قاذفات اللهب لحرق القرى، واتجهت فرق من الهجنة والبلماخ فجر 15 من فبراير لتنفيذ تجربة عملية لطرد الفلسطينيين. إسحاق رابين ضابط البلماخ الميداني كان المشرف على طرد 1500 فلسطيني من قرية قيسارية في قضاء حيفا وتدميرها. أوسلو بكل المقاييس كانت فشل ومكسب للكيان. كان تابع لاتفاقية أوسلو معاهدات تانية بعدها، اللي يهمنا منها في حلقة النهاردة هو بروتوكول مهم جدا وصغير كده معروف باسم بروتوكول باريس الاقتصادي، اتوقع في 94، لأنه وفي حين أن اتفاق أوسلو بيمنح نظريا استقلال سياسي، بس ورا الكواليس بروتوكول باريس ده بيخلي السيطرة الاقتصادية كلها لإسرائيل. ولو كان من تكتيكات الانتفاضة في الأول الاكتفاء الذاتي ومن أهداف الانتفاضة الاستقلال، فاتفاقية أوسلو بتدمر تماما أي فرصة للوصول للأهداف دي، وفي نفس الوقت اتخلصت من الانتفاضة وأمنت تمويل للاحتلال بيغطي كل التكاليف بل بيجيب أرباح من الاحتلال. بس هو ايه بروتوكول باريس ده؟ بروتوكول باريس بينظم كل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، يعني الجمارك، الضرائب، العمالة، الزراعة، الصناعة، السياحة. وجوهر البروتوكول ده اساسه هو انه بيدخل اقتصاد فلسطين كله كمجرد مكون من اقتصاد اسرائيل، بيدي الكيان سلطة التحكم التام في الاقتصاد الفلسطيني. يعني مثلا من اهم بنود الاتفاقية دي ان الفلسطينيين لا يكون ليهم بنك مركزي ولا عملة خاصة. الشيكل الإسرائيلي هو عملة رسمية مقبولة من كل الجهات والمؤسسات المحلية، والفلسطينيين غير مسموح ليهم ان هم يعملوا عملتهم الخاصة ولا يعملوا بنك مركزي ليهم الا بعد التحدث والاتفاق مع الجانب الإسرائيلي. طب ولما يجي ازاي الاقتصاد الفلسطيني يحول فلوس ويستقبل فلوس من برا؟ لما يجي تحويلات من برا البنك الفلسطيني بما فيها المعونات لازم تعدي من البنوك الإسرائيلية الاول، والبنوك الإسرائيلية تاخد 3% رسوم تحويل وتحولها للشيكل وتبعتها للبنك الفلسطيني، وتفضل العملة الصعبة موجودة في البنك الإسرائيلي. من بنود الاتفاقية دي برضو ان الكيان هو اللي بيجمع ضرائب الدخل والتحويلات الاجتماعية وغيره من الفلسطينيين اللي بيشتغلوا في إسرائيل او في المستوطنات. الكيان بيجمع المبالغ دي ويحولها للسلطة الفلسطينية كل شهر،
يعني ان شاء الله كل شهر، وطبعا ده ما بيحصلش، وكل شوية تحويل يتأخر او يتخصم منه ويتفاوضوا عليه، وتفضل الفلوس كده في البنوك الإسرائيلية او حتى يتسدد بها ديون إسرائيلية. هؤلاء العمال يجمعون على انهم لو وجدوا فرصة عمل داخل الضفة الغربية لما فكروا يوما في العمل لدى المحتل الذي اغتصب ارضهم واصبح يمن عليهم بعمل مهين يعيلون به اسرهم. الصادرات والواردات مثلا وكمياتها كلها تحت الرقابة الإسرائيلية، وإسرائيل تتحكم بكل الحدود والمعابر، وهي اللي تجمع الرسوم والضرائب والجمارك على السلع اللي داخلة واللي خارجة. وطبعا السلع اللي خارجة واللي داخلة دي واللي طالعة في التجارة دي تتسرق وتتعطل بالشهور وتترفض، في حين ان السلع الإسرائيلية المقابلة بتعدي زي الفل وما لهاش حاجة. وضيف على كده كمان سلع كتيرة ممنوعة لان المقاومة ممكن تستخدمها، فمثلا السماد ممنوع. القرار ده بيطبق في كل الأراضي الفلسطينية، وفي غزة بيطبق بالتنسيق مع الحكومة المصرية في معبر رفح. طبعا لو انت دلوقتي بتقول ازاي ده، يعني ازاي يقبل المفاوضين الفلسطينيين بالبنود دي؟ مين المجنون اللي وافق على الكلام ده؟ وسواء عن اتفاقية أوسلو أو اتفاقية باريس فسؤالك في محله تماما، بس هنقول ايه، ما حدش بياخد جايزة نوبل للسلام ببلاش. هذه الاتفاقية وقعت وصيغة دون علم الفلسطينيين، باعتقادي أنهم وقعوا عليها دون أن يقرأوها. لا يمكن لعاقل أن يوقع اتفاقية أوسلو إذا قرأها. هي اتفاقية ترفع الأعباء كاملة عن الاحتلال وتحمل السلطة الفلسطينية كل التبعات، والأخطر من ذلك أن هذا يسمى حكم ذاتي. أنت قبلت ووقعت على أنك جزء من دولة إسرائيل. استطاعت إسرائيل أن تصطاد صيدا ثمينا بأوسلو فهذه حقيقة، لأنها سخرت أوسلو ليكون اتفاقية أمنية واتفاقية اقتصادية لصالح الكيان، إضافة إلى تضييق حياة السكان في ظل اتفاق أوسلو بشكل غير مسبوق، وخاصة اقتصاديا والعمل في داخل إسرائيل. طبعا بعد مرور كل السنين دي أوسلو انتهى من زمان وفشل ومفيش استقلال، بس اتفاقية باريس دي شغالة زي ما هي لحد النهاردة، مع ان تأثيرها مدمر وشديد. نتيجة اتفاقية باريس دي بعد سنين من توقيعه لحد النهاردة هو انه اي تحويل مالي من برا لازم يمر عن طريق بنك اسرائيلي، اي تجارة سلع لازم تمر من معبر اسرائيلي، ولازم يكون لك شريك اسرائيلي عشان تعرف تخلص حاجتك. كل ده بيزيد التكلفة على أي حاجة في فلسطين، وفي نفس الوقت بيفيد الاقتصاد الإسرائيلي، لدرجة أن الأسعار في الأراضي الفلسطينية هي ضعف الأسعار في الكيان لنفس السلعة، يعني هي نفس السلعة ونفس العملة بس الأسعار في الأراضي الفلسطينية ضعف الأسعار في الكيان. بس لما البضائع الإسرائيلية بتكون في الأسواق أرخص والبضائع اللي عندنا ضعف سعر ضعف أضعاف، يعني شغل بتكون عندنا مثلاً المنتج الإسرائيلي بخمسة شيكل، المنتج الفلسطيني بعشرين شيكل. زيد على كده إن كل التحويلات المالية وكل الدخل بيتصرف بالشيكل، ده بيزود الطلب على الشيكل وبيدعمه، وبالمقابل إسرائيل بتحتفظ بالعملة الأجنبية وبتقوي اقتصادها. الشيكل ده هو اللي بيدفع بيه تكاليف الاحتلال وبيتبني بيه الجدار العازل وبيقبضوا بيه الجنود وبيدفع بيه للعمالة الفلسطينية. فهو الشيكل ده حرفيا تمويل لدولة الاحتلال. الشيكل ده اللي إسرائيل بتطبعه بحرية والفلسطينيين يشتغلوا وينتجوا عشان ياخدوه. ده تعريف الاستعباد المالي، انك بتطبع حاجة بحرية وغيرك بيشتغل عشان يعرف ياخدها منك. والنظام ده الكيان استغله لأقصى درجة. كمية الشيكل اتضاعفت 14 مرة من سنة 94. التضخم الناتج عن كمية الشيكل تتضاعف كده، التضخم الناتج ده اللي شال نصيب الأسد منه الفلسطينيين. فالفلسطيني ما يقدرش يحوش ومستوى معيشته في النازل، ويبقى عليه ديون قد كده يقعد يتداين من البنوك عشان يعرف يمشي حاله، ما عندوش سوق عقارات ولا سوق أسهم يعرف يستثمر فيه، قاعد بيشتغل أكتر وأكتر بس عشان يفضل على وش المية كده، لأن كل مجهوده بيتسرق من الاحتلال، العملة عمالة تفقد قيمتها. فوق النظام الخبيث ده البنوك الإسرائيلية بقت كمان بترفض تستقبل الشيكل من البنوك الفلسطينية، وعاملة أزمة تكدس شيكل اللي هو أصلا مصدره العمالة الفلسطينية اللي شغالة في إسرائيل، ومصدر العملة هو البنوك الإسرائيلية، والمسؤول عن إصدار العملة هو البنك المركزي الإسرائيلي. فيعني الشيكل اللي بيمول الاحتلال ده للاحتلال أصلا هو اللي بيصدره، بالنسبة للصهاينة ورق إحنا اللي طبعينه ومش هنقبله منك، وبل واشرب ميته، وكمان ملكش عملة خاصة برضه ولا ليك بنك مركزي، وهو كده واللي عندك اعمله. وترفض إسرائيل بين الحين والآخر استلام مليارات الشواكل من السلطة الفلسطينية بذرائع مختلفة أو كإجراء عقابي ضدها.
وافتكر حتة تكدس الشكل دي عشان هنرجع لها بعد شوية. طب وتحويلات الجالية الفلسطينية من حوالين العالم؟ كل التحويلات المالية الشخصية من برا لازم تعدي على ويسترن يونيون، وبقى عليها قيود شديدة ورسوم عالية من كل بنك بتمر بيه ومن ويسترن يونيون نفسهم. ده غير الرشاوي المطلوبة للسلطة الفلسطينية، عشان انت تعرف تاخد المبلغ ده، المستفيد يعرف ياخد المبلغ ده، وإلا يبلغوا إسرائيل ان ده تحويل مشبوه والتحويل ساعتها هيتوقف. ولو المبلغ اكتر من 10,000 دولار فهو الموضوع مستحيل كده كده، واصلا اللي مرسل ليك المبالغ دي من بره هيتعرض لمضايقات وتجميد حسابات ومشاكل. من اثار الاتفاقية دي بعد كل اللي شرحناه ده ان قطاعات الزراعة والصناعة انكمشوا جدا. معظم دخل السلطة الفلسطينية دلوقتي جاي من تحويلات الكيان هو اللي بيتحكم فيها. اقتصاد الكيان من بعد الاتفاقية ازدهر جامد وكان مستمر في الازدهار، مقابل الناحية التانية مستوى المعيشة الفلسطيني انخفض لقرب النص بس في 2008. نختم النقطة دي عن سلاح الاقتصاد قد ايه قوي، نختمها بوثيقة سربتها ويكيليكس من سفارة امريكا بالكيان، وفيها المسؤولين الاسرائيليين بيقولوا هدفنا ان احنا نخلي اقتصاد غزة شغال على اقل مستوى ممكن يدوب يتفادى وقوع كارثة انسانية. كل اللي حكيناه وشرحناه من اتفاقية باريس دي وتابعتها ادى في الاخر ان السلطة الفلسطينية عندها عجز مزمن ومستمر في ميزان المدفوعات، وكل مؤشر اقتصادي في الضفة ضعف واضعاف لغزة. في العادة لو دولة عندها عجز فالحكومة بتخفض قيمة العملة او بتسحب من الاحتياط النقدي بتاعها او بتاخد قروض تقترض من برا، بس الكلام ده مش متاح في فلسطين لانه لا في عملة ولا في بنك مركزي ولا في احتياطي، وهي دولة محتلة فما فيش قروض. انما في منح ومعونات اقتصادية. في الحقيقة نصيب الفرد الفلسطيني من المساعدات هو ضمن الاعلى في العالم، بس يا ترى نصيب الفرد الفلسطيني من المساعدات ده الفرد الفلسطيني بياخد منه قد ايه؟ في 2010 باحثين اقتصاديين جاوبوا بالظبط على السؤال ده، وبحثهم استنتج في الاخر وبحوث تانية بعدها ان 71% من المساعدات اللي مبعوتة لفلسطين بتصب في الاقتصاد الاسرائيلي. الباحثة اللي عملت البحث ده بتقول 8.7 مليار دولار راح الاقتصاد الاسرائيلي من اصل 12 مليار مبعوتين من المساعدات الخارجية ما بين سنة 2000 و2008. بس ازاي ده؟ يعني ايه الآلية اللي بتخلي المساعدات تخش الاقتصاد الاسرائيلي في الاخر؟ بص يا سيدي او يا ستي، باختصار الدول بتبعت المساعدات والدعم للفلسطينيين، وطبعا ده بيحصل خصوصا بعد الاشتباكات وبعد القصف. طبعا اسرائيل بتاخد رسوم التحويل للفلسطينيين وبتحتفظ بالعملة الاجنبية وتديهم الشيكل اللي هو قيمته بتقل. ده التمويل ده اللي بالشيكل بيستخدم لشراء سلع وخدمات من شركات اسرائيلية، مش بيلحق حتى يطلع من البنوك او الاقتصاد الاسرائيلي، هو اوريدي دخل واشترينا بيه سلع من الشركات الاسرائيليه. السلع والخدمات اللي احنا اشتريناها دي عليها ضرائب وجمارك ورسوم، كلها بتخش الخزانه الاسرائيليه، وفي الاخر المتبقي من الدعم ده بيتسلم للسلطه الفلسطينيه، والسلطه الفلسطينيه بتصرف اغلبيته لقمع اي معارضه داخليه والمحافظه على سلطتها. ودايما تلاقي قاده السلطه الفلسطينيه منورين بره بتسريبات فضائح ماليه وحسابات بنكيه سريه وغيره. باحث اقتصادي يهودي شهير وصف الترتيب والآلية دي بأنها مشروع مربح، مربح لإسرائيل ومربح للوبي الصهيوني ومربح لشركات السلاح ومربح للسلطة الفلسطينية. ندمر ونقصف ونضرب ونسجن ونكسب من المعونات اللي بتيجي عشان احنا دمرنا وقصفنا وضربنا وسجننا، وكل ما ندمر أكتر كل ما المعونات تزيد ومصانع السلاح تشتغل، وفي الآخر كله بيساهم في الهدف الأكبر، التهجير والاستيطان. مؤخرا في الأحداث الأخيرة خرج الخرفان بايدن بعد ما سلم قنابل لإسرائيل وأسلحة اللي كان منها اللي قصف بها المستشفى المعمداني. خرج الخرفان بايدن ده يقول احنا بندعم الشعب الفلسطيني ونبعت مساعدات بقيمة مش عارف الرقم اللي قاله، كان 800 مليون ولا أيا كان الرقم اللي قاله، واحنا عندنا آليات عشان نتأكد ان الحاجات دي ما توصلش لإيد أي مقاومة أو أي حد. والحقيقة الآليات دي زي ما انت دلوقتي فاهم بقى لما تسمع كلمة زي كده من اي حد يقولك هنبعت معونات، انت فاهم في الاخر المعونات دي بتروح فين وبتعمل بيها ايه. اقتصاد المقاومة مصطلح مشهور في مقاومة ضد اي استعمار، وهدفه مقاومة المحتل في النواحي الاقتصادية خصوصا وبرضو الاجتماعية والثقافية. يعني غير المقاومة العسكرية لازم يكون اكلك ودخل اقتصادك ودوائك وصناعتك وتعليمك واعلامك وغيره،
لازم يكون كله خارج سيطرة الاحتلال، وإلا فموقفك بيكون أضعف وأضعف ويكون أسهل الضغط عليك والتحكم فيك. والكيان مدرك ده تماما ومش بيدخر أي جهد في أي ناحية من دول. ده جزء من أسلوب عمل الكيان، بيقعد سنين يشتغل وينخور ويحفر ويدعي في أساسات عدوه زي الكائن الطفيلي كده، بعدين يضرب ويقعد يشتغل تاني وهكذا. وده المقصود باقتصاد المقاومة، وهو اللي شفنا بوادره قبل اندلاع الانتفاضة الأولى، وشفنا ازاي الاحتلال حربه باتفاقية باريس. يمكن اللي اتغير من زمن الانتفاضة في الثمانينات هو دخولنا العصر الرقمي، والقطاع الرقمي ده بقى جزء رئيسي من اقتصادات الدول حوالين العالم. والحسن الحظ العالم الرقمي ده لا بيشوف حدود دول ولا لازم يعدي من معبر، وفوق كده هو بقى جزء رئيسي من أي حرب سواء في أرض المعركة أو برا أرض المعركة. لما بنتكلم عن سلاح النظام المالي والبنوك والعملة في العصر الرقمي، فبيتكوين من أهم أدوات المقاومة، لأنها بتخليك تتخطى العملة والنظام البنكي كله. الاقتصاد الرقمي مش بيشوف حدود، بس حركة الفلوس في البنوك بالتأكيد بتشوف حدود. وبالفعل عدد متزايد من الشباب الفلسطيني بدأ يستخدم بيتكوين عشان يعدي كل النظام البنكي وكل السلطات الفاسدة وسلطات الاحتلال وكل الرشاوي وكل الكلام ده كله، لأنه بيطلع كل الوسطاء من أي تحويل فلوس. لما بتحول فلوس من حد لحد حوالين العالم، لا في بقى لا بنوك ولا رشاوي ولا سلطة فاسدة ولا تحكم احتلال. من سنتين في حد في غزة وصف البيتكوين بأنه معبر دايما مفتوح. استخدام البيتكوين مش منتشر جدا، بس منتشر كفاية لدرجة انه في الاحداث الاخيرة دي الكيان الصهيوني طلب من منصة باينانس المشهورة تجميد الحسابات الفلسطينية، وده بيوضح اولا ان تأثيرها بدأ يبان وان استخدامها بدأ يزيد، وثانيا طبعا الاهم ان هو بيوضح ان اهمية انك تستخدم الاداة دي بشكل صحيح، تتعلم ازاي تتعامل مع الشبكة بشكل مباشر، وانك لا تتعامل ابدا مع المنصات دي. يعني بيتكوين بتشيل الوسيط، تقوم انت رايح مدخل وسيط تاني. وبيتكوين مش بس تحويلات بدون اذن ولا تدخل من حد، ده كمان عملة صعبة محدش يقدر يتباعها او يستغلها ضدك، محدش يقدر يصادرها منك، وحتستمر لانها عملة صعبة حتستمر قوتها الشرائية في الزيادة امام الشيكل وامام الدولار وامام كل العملات التانية. جزء رئيسي من اقتصاد المقاومة هيكون تعلم ازاي تستخدم الاداة دي بشكل صحيح، والموضوع مش صعب. يعني لو انت عارف تتفرج على الفيديو ده يبقى انت تعرف تنزل برنامج على الموبايل وتستخدم بيتكوين، والمصادر والشروحات والفيديوهات والمقالات كلها موجودة على الانترنت بالعربي ومجانا. غير انك تكون مدرك ان الاداة دي موجودة، الجزء الثاني هو استخدامها وزيادة التوعية بيها. لازم تعلم غيرك ازاي يستخدمها، وبالتدريج الاقتصاد كله يتنقل ليها. يعني مدخراتك تكون في بيتكوين، انت عارف ان محدش يقدر يطبع بيتكوين بمزاجه كده ويخفض قيمته، انت عارف ان هي لما تيجي تعدي من معبر ولا تسافر ولا تروح في اي حتة ثروتك معاك ومحدش يقدر ياخدها منك. بدل المدخرات ما تكون في شيكل بيطبع قد كده والبنوك ترفضه وغيره، او يكون في دولار بيطبع قد كده وبيستخدم ضدك، او تكون في قطاع عقارات في الضفة مثلا واسعارها مفرقعة والناس بتحوش فيها، فاول حاجة مدخراتك في بيتكوين، وزيد على كده ان انت بتقاطع نظام الشيكل اللي بيستخدم ضدك، بتقاطع العملات الحكومية اللي هي بتستخدم عشان تمول الاحتلال ده. شغلك اللي انت بتشتغله عشان تقبض في الاخر شيكل قيمته في ايدك تنخفض والاحتلال هو اللي يكسب، فأول حاجة مدخراتك في بيتكوين. الشباب اللي بيشتغل أونلاين بيقبض بيها وبيعلم غيره، اللي بيختار يتعلم أمور التقنية بتاعت الشبكة وبيشتغل في المجال، ومعظم فرص العمل عن بعد. من ناحية المقاومة نتعلم أدوات الخصوصية، إزاي تستخدم الشبكة دي بشكل خصوصي من غير ما حد يتتبعك، لأن الشبكة شفافة والتحويلات عليها شفافة، فنتعلم إزاي نستخدم أدوات الخصوصية. مثلا المنظمات المحلية تفتح مجال للتبرع المباشر ليها بالبيتكوين بعيدا عن البنوك والبنوك الإسرائيلية والكلام ده كله. Is if you're going to donate to a Palestinian charity, I mean, good luck. If you're an American or a Brit, like, that thing's going to get flagged. There's going to be questions. You're going to be donating to a good cause. Like, I spoke to a charity that's working on agricultural sustenance in the West Bank and on helping people actually turn their property into, like, sustainable farms. They can't find a payment processor who will allow them to receive donations. And they're just farmers. They're not doing anything wrong. So they're using Bitcoin now, and it's working. So, and they didn't want me to reveal the name of their organization because they don't really want people to know that they're using Bitcoin, right? So there is this shadow economy that's starting to happen, and it's unstoppable. And again, I think it gives some hope for the future, but I, you know, لا جدال
إن الكيان بيستخدم الشيكل والبنوك والنظام المالي كسلاح ضد الفلسطينيين. بيتكوين هو بالتأكيد سلاح مضاد، بل وسلاح قوي وبيزداد قوة مع الوقت. بس بالمقابل الناحية التانية من الكلام ده، عدم استخدام بيتكوين هو أمر خطير جدا، هو شيء خطر جدا. فاكر لما قلنا من شوية عن أزمة تكدس الشيكل في البنوك؟ في 2019 الكنيسة الإسرائيلي أقر قانون للحد من استخدام الكاش أو الشيكل الورقي، وجد بعدها قوانين تانية تقلل المبالغ المسموح دفعها بالكاش، وبتجبر الناس على الدفع الإلكتروني، تدفع بالحلول الرقمية مش بالكاش الورقي. والحلول الرقمية الإلكترونية دي خاضعة للرقابة التامة، يعني لو انت لسه عندك هامش حرية بان على الاقل الفلوس ورق في جيبك وانت حر بتدفعه بخصوصية مكان ما تحب، محدش له دعوة بيك، في المستقبل القريب حتى هامش الحرية ده هيروح وكل شيء هيكون مراقب تماما. وما اسهل انك تجمد فلوس كل الناس او تخصم منها بكليك على كيبورد. يعني تخيل في الاحداث اللي احنا عايشينها دلوقتي دي، تخيل الكيان يجمد كل حسابات الفلسطينيين في الضفة الغربية مثلا، او يفرض غرامة تخصم فوريا كده، ومش مجرد حساباتك البنكية وانت معاك كاش، انت معاكش كاش، الكاش مش مقبول، فحرفيا يجمد كل ما تملك من مال. عشان كده بيتكوين مش امر اختياري في المستقبل. كان دايما يقال ان من اهم الحاجات اللي بتعوق اقتصاد المقاومة هو غياب الادوات، مفيش بنوك ومفيش عملة مستقلة ومفيش تحويل اموال بحرية. بيتكوين هي اخيرا الاداة اللي بتتخطى الاحتياج لكل الكلام ده، بقى عندك الاداة الرقمية اللي تعرف تتخطى المشاكل دي. طالما هنتكلم على الحرب الاقتصادية والنظام البنكي والمالي، فما نقدرش ما نتكلمش عن المقاطعة، يعني الشركات الداعمة للكيان. هو بالفعل الانترنت قايم بضروب في التوعية ونشر الشركات الداعمة للكيان في كل المجالات، وده اقل شيء ممكن اي حد يعمله. ومن حزن الحظ ان اقل شيء ده هو بيوجع جدا. على المستوى المحلي مثلا في الوطن العربي، شفنا فروع مطاعم زي ماكدونالدز ولا كنتاكي ولا غيره فاضية، وفاضية لدرجة ان وكلاء المطاعم دي خرجوا ببيانات يقولوا احنا شركات مستقلة واحنا ملناش دعوة بالشركات الام، وهو الله بنتبرع على فلسطين الى اخره الى اخره. طبعا ده كذب صريح مباشر. الوكلاء المحليين دول بيدفعوا مقابل الاسماء التجارية دي مبالغ كبيرة جدا ونسب من الارباح. المقاطعة وتأثيرها مش محصورة في العالم العربي، في حركات مقاطعة عالمية للكيان، أقواهم وأشهرهم حركة اسمها BDS، وتأثير الحركة دي شديد جدا لدرجة أنه نتنياهو وصفها بأنها خطر استراتيجي، وإيهود باراك قال عنها أنها نقطة تحول خطيرة لإسرائيل. اللوب الصهيوني بعديها خط حرب شرسة ضد المقاطعة وضد حركات زي BDS، وفي على الأقل دلوقتي 35 ولاية أمريكية فيها قوانين مختلفة تمنع مقاطعة الكيان أو ضد مقاطعة الكيان. ده مدى قوة المقاطعة وخطر المقاطعة على الكيان الصهيوني. المقاطعة دي مش بس، يعني بالمناسبة هي مش بس بتوجع ماديا، هي كمان بتوجع جدا اعلاميا ومعنويا. في 2001 ماكدونالدز مصر طلعت منتج محلي جديد، سندوتش فلافل، وكان الاعلان عن المنتج ده بالشراكة مع المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم كان ساعتها لسه مطلع اغنية انا بكره اسرائيل. افضل طول عمر اقول انا بكره اسرائيل، حد يلحق يا سادة إسرائيل يقفلها، ده عامل حرب إبادة على غزة كلها، عامل حرب إبادة على غزة كلها. اللوبي الصهيوني اشتكى بعدها، وسلسلة المطاعم الأم قررت وقف التعاقد ده مع ان الاعلان كان اتسجل بالفعل. ومع ان بين قوسين الشركات اللي هنا دي طالعين علينا باخطابات دلوقتي يقولون ان هم سياستهم مستقلة وما لهمش دعوة بالشركة الأم، بس ديك شفت بس عشان اغنية الشركة الام اتدخلت. المقاطعة انا هقول عليها، افتكر وانت بتدعم الاماكن دي، افتكر دايما انك هتسأل عن مالك فيما انفقتها، وهتسأل لوحدك انت عشان ما تقولش اصل مش انا اللي هفرق، يعني هتسأل لوحدك عن مالك فيما انفقتها. من قبل اكتر من قرن عائلة روتشايلد كانت من أهم الداعمين والممولين لولادة الكيان الصهيوني. وعد بلفور كان أصلاً رسالة موجهة من وزير الخارجية البريطانية ساعتها آرثر بلفور، كانت رسالة موجهة للورد روتشايلد. كتب الوعد على صيغة رسالة وزير الخارجية آرثر بلفور إلى اللورد الصهيوني ليونيل وولتر روتشايلد. بلفور كان يمثل الحكومة البريطانية،
ولما كتب رسالته إلى لورد روثشايلد كان يكتب باسم الحكومة البريطانية. نفس العائلة دي، عائلة روتشايلد، كانت من أهم عائلات البنوك في العالم والمؤسسين للنظام المالي الحكومي. النظام ده اللي هو مول الحروب العالمية وخرج منه الكيان الصهيوني، وما زال النظام بيمول الكيان ده لحد النهاردة، وهو نفس النظام اللي أمريكا دمرت عشانه العراق عشان تحافظ على النظام ده، وهو نفس النظام اللي بيغرق البلاد في الديون وينهبها ويتحكم فيها تماما. هي مش صدفة إن الحروب العالمية الكبيرة جت في عصر نظام المال الحكومي، وجت بعد فصل المال عن العملة الصعبة، عن الذهب ساعتها. قبل كده كان دايما تمويل أي حرب له حدود، يعني عشان تمول حرب حدك الضرائب ومخازن الذهب في بلدك، والحرب غالية ومكلفة جدا. إنما لما العملة تكون سهلة فالتمويل مش بيخلص، مفيش خزنة ذهب هيخلص، مفيش ضرائب لازم تفرضها، التمويل بيفضل شغال لحد ما العملة كلها تنهار. فعشان كده تطلع مثلا مؤخرا وزيرة الخزانة الأمريكية مثلا تقول نعم مستعدين لتمويل حرب جديدة، في حين ان المجتمع الأمريكي اصلا عنده تضخم قد كده وبيشتكي من مليون حاجة، ولا عايز يمول حرب جديدة ولا عايز زفت. بس العملة السهلة بتخلي تمويل الحرب مش بمزاجك. بدل ما تكاليف الحرب تتحملها الدولة اللي بتشن الحرب اللي بتمول بالأسلحة، لا، تكاليف الحرب معزولة، بيتحمل تكاليفها ناس تانية بتستخدم العملة، والحرب بتتقلب إعلام وفرقعة وبرامج. دي الحروب في عصر النظام المالي الربوي اللي أساسه الربا، واللي بيكسب منها مين؟ أعوان الشيطان بس. لكن لأن الحكومة تستطيع أن تمول نفسها من التضخم، فهي تطبع النقود وتقوم بالحرب، ومن ثم الشعب المغفل لا يرى سوى التضخم، وهو لا يربط بين التضخم الذي يعاني منه وبين الأشياء المجرمة الغبية التي أنفقت عليها الحكومة. لأن طبعا التعليم في المدارس وفي الجامعات لا يركز على أن يجعل الشخص يفهم هذه الأشياء، لأنه من المهم جدا أن لا تفهم هذه الأشياء، لأن أكبر المؤسسات الإجرامية في العالم وأثرى الناس في العالم يعتمدون على أن يبقى المواطن العادي مغفل في هذه الأمور، وأن تستمر الحكومات الأمريكية وغيرها بسرقة جهده وتعبه وثروته من خلال التضخم. لما بنتكلم عن المقاطعة، فالدولار هو سلعة وماركة النظام المالي العالمي، والمقاطعة الكبرى هي مقاطعة الدولار. قطع الأكسجين عن الكيان هي بقطع الأكسجين عن النظام ده، والسبيل الوحيد لأنك تعمل كده هو بيتكوين، السبيل الوحيد. ومساهمتك وجهادك بالمال جزء رئيسي منه هو انك تطلع فلوسك من النظام ده، من اول المدخرات اللي في البنوك للشهادات والسندات الحكومية الربوية لأسهم الشركات في الأسواق الأسهم العالمية. تقاطع النظام ده تماما وتسحب كل مدخراتك وكل طاقتك وكل مساهمتك فيه وتسحبها البيتكوين بره النظام ده تماما وخارج سيطرتهم وخارج استغلالهم، تسحبه لمحفظتك انت بره المنصات. اخطر حاجة تعملها في نظام ربوي، أخطر حاجة تهدد النظام الربوي من أصله، هي إنك تسحب منه فلوسك وتقطعه. وطول التاريخ اللي فات ده من العملات الحكومية ما كانش فيه وسيلة للمقاطعة، هتستعمل عملة غصب عنك. دلوقتي فيه، عندنا بيتكوين. المقاطعة دي والخروج من النظام المالي العالمي جاي في وقت الدولار في بداية نهايته، ومع نمو تبني البيتكوين اللي هو مكمل بسرعة الصاروخ بأي حال من الأحوال. فمع نمو تبني البيتكوين ده مفيش أي حاجة تقدر الحكومة الأمريكية تعملها أو أي حكومة تانية، وعملتهم هتفضل تضعف وتضعف، ونفوذهم وعقوباتهم المالية وتمويل حروبهم كل ده بالتوالي هيفضل يضعف ورا ضعف عملتهم. لأنه وافتكر، في حين أن العملات دي عملات سهلة وبيطبعوها كده بزرار وبيمولوا بيها أي حرب وأي حاجة هم عايزينها. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we, you know, we as a central bank, we have the ability to create money digitally. بيتكوين مش بس عملة صعبة، بيتكوين هي أصعب عملة في الدنيا. كميتها محدودة وسياستها المالية واضحة، ومحدش يقدر يطبعها بمزاجه كده. السياسة المالية بتاعتها واضحة وثابتة، وده أقوى من أي عملة حكومية، وحيفضل قدامها تبني البيتكوين مكمل بسرعة الصاروخ. أعتقد إذا كنت تستصعب فهم ما يحدث، ربما هذه الجملة قد تكون مفيدة جدا للحضور. البيتكوين ينقل النقد من كونه شيء سياسي
إلى كونه شيء تقني. في 3 يناير 2009 انطلقت شبكة البيتكوين، وساتوشي عدن أول كتلة، كتلة التكوين بنسميها. كتلة التكوين ساتوشي ساب فيها رسالة بتوضح الدافع من وراء اختراعه، بتوضح هو ليه اخترع بيتكوين. الرسالة دي كانت منشط خبر رئيسي في جريدة التايمز البريطانية بنفس التاريخ 3 يناير 2009، والمنشط ده كان بيقول ازاي السياسيين على شفا انقاذ اخر لنظام البنوك الفاسد المفلس، لانه كان انطلاق بيتكوين على طول بعد الكارثة الاقتصادية في 2008، والسياسيين والحكومات اتدخلت عشان تنقذ نظام البنوك الفاسد اللي هو فلس ده. في نفس الجريدة نفس العدد، الخبر اللي فوقيه مباشرة كان عن استعداد اسرائيل لدخول غزة بريا بعد اسبوع من القصف الجوي. هيفضل الخبر الرئيسي عن النظام البنكي مخزن في كتلة تكوين البيتكوين دي إلى نهاية عمر البيتكوين، وحيفضل الخبر اللي فوقيه عن قصف قطاع غزة وصورة الدبابة بتحاول تخش قطاع غزة. الخبرين فوق بعض كأنها علامة لينا، كأن الصورة بتنادينا إحنا. الكيان الصهيوني مرتبط ارتباط وثيق بالنظام المالي العالمي الربوي، قطع النظام ده أخرج منه وساهم في إفلاسه، اتعلم بيتكوين واستخدم بيتكوين. شكرا والسلام عليكم.